بكل تأكيد لهم دور مهم جدا في المجتمع، وهم ككل فئات المجتمع لا يختلفوا شيء عن هذه الفئات. وما أدهشني في هذا المعرض أنني وجدت أمور قد قام بها هؤلاء المعاقين أو ذوي الاحتياجات الخاصة لا يستطيع المبصر أن يقوم بها، وهذا عمل إبداعي بكل تأكيد ونحن نفتخر به، وأبوابنا مفتوحة نحن في جامعة دمشق لدعم هؤلاء بكافة السبل، سواء الدعم المادي أو الدعم المعنوي، ونتمنى لهم النجاح والتوفيق. هن لهم الدور الأساسي بهذا المجتمع، لذلك تقدم رئاسة الجامعة كل التسهيلات من أجل أن يقدموا امتحاناتهم ودراستهم في كل بجميع الكليات التي يستطيعون الدراسة بها، لذلك فلهم مفاضلة خاصة ويجرى لهم امتحانات للمكفوفين خاصة، يستطيع أحدهم الكتابة بحضور أستاذ المقرر. لذلك تقدم الجامعة كل الدعم للنواحي العلمية كما ذكرت، والناحية المادية والناحية أيضا الاجتماعية من خلال الفعاليات الرياضية والفنية. نحن كنا على تواصل معهم بشكل دائم وعلى مدار الساعة، كل المواد اللي كانت مطلوبة لإنجاز أعمالهم كنا نأملهم إياها كاتحاد بشكل دائم، ولو وصلنا لهذا المعرض اليوم اللي هو الحقيقة يعني إنجاز كتير كبير منهم طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة دمشق، واللي هو عبارة عن استمرارية لسلسلة من الفعاليات اللي قاموا فيها الفترة الماضية. كان في الماراثون، كان لهم مشاركات رياضية، في عنا أبطال الحقيقة من ذوي الاحتياجات الخاصة، أبطال على مستوى العالم ببعض الرياضات، من رفع الأثقال، من الطاولة البينج بونج وبعض الرياضات الثانية. النشاط الرياضي والفني هذا ضروري لكل إنسان، يعني هني ما بيختلفوا عن غيرهم. يعني هلا شوفي قديش في عندك ناس بتعاني من كآبة وإلى آخره، الصحة يعني بإيش بدعموها؟ بالرياضة، بالفن، مو هيك؟ ونحن ذات الأمر يعني أنا بتمنى أنه يكون في نظرة إنسانية، إنسان مو أنه شفقة. نحن نفهم كلمة إنسانية إنه هي شفقة، ماشي؟ أما كلمة إنسان هي قدرات ومهارات. عندهم إبداع فني صناعي، بيشتغلوا بالخزف، بالمنسوجات الصوفية، مثل ما شفت المفروشات، الرسم، الأشغال اليدوية، يعني هنا مبدعين بكل شيء. عرفتوا نحن عم ننمي هذا الشيء عندهم بتقديم الوسائل اللي هنا بيحتاجوها، عرفت كيف؟ أعطاهم المكان المناسب، الإشراف عليهم بالطريقة الصح، والحمد لله مثل ما أنا شايف المعرض يعني عم يعطي نظرة حلوة للعالم، للمجتمع، أنه نحن شريحة قادرة أنه تنمي تشتغل من لا شيء بالأدوات البسيطة. يعني كان هدفنا أنه أول شغلة نأسس فريق يعني مشان يشتغل، مشان يكون له اعتماد ذاتي. لسه النتائج المرجوة مو هلا بتبين، بدها شوية وقت يعني. أما هاي واحد من الأسباب. سبب تاني كان إحنا عندنا فكرة إنه سوريا لساتها بخير، يعني هاي كان الهدف الرئيسي، إنه رغم كل هالخراب نحن موجودين بدنا نعمل. بقول لهم بتمنى لهم التوفيق وكفوا بهالمسيرة، لأنه أعمالهم كتير حلوة، وحلو من الإعلام أنه عم يسلط الضوء كمان على شغل رفقاتنا وعلى شغل ذوي الاحتياجات الخاصة.